الإمام وعضو جمعية أئمة المساجد الشيخ رضا الجوادي. أرحب بك شيخ رضا، ونحاول أن نفهم هذه الحالة العربية، وما دمنا نتحدث عن المنطقة المغاربية، هذه الحالة المغاربية يعني المرتهلة، يعني رسميا وإعلاميا نخبويا وفي الشارع لا وجود لأي تحرك، والاحتلال الإسرائيلي يعني يمضي آخر أوراق التهويد الكلي لما تبقى من القدس الشرقية. شكرا لكم، السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا على هذه الفرصة. بالنسبة للحالة المغاربية تلاقا من تونس مثلا، الوضع الثقافي والسياسي وضع متردي جدا. قضية التطبيع مثلا لم تعد تثير يعني أي مشكلة عند كثير من المثقفين، خاصة أنه تم إغراق الساحة السياسية والثقافية بتجاذبات لا علاقة لها بالهوية الحضارية العربية الإسلامية. ثم أيضا هنالك عقم على مستوى الحركات الإسلامية، حيث وقع أيضا رهن الشباب الإسلامي في قضايا فرعية وجزئية غارقة في الجزئية، أحيانا فقهية ومذهبية وفراقية، وهذه تابعة خطة ثورة يعني عالمية من أجل إلهاء الشباب الإسلامي والحركة الإسلامية، إضافة إلى وضع مسألة الربيع العربي ما يسمى بالربيع العربي. اليوم حتى الحركة الإسلامية في تونس يعني اقتنعتها السياسة والتوافقات السياسية، وهذا كله على حساب قضية الأمة، القضية المركزية، القضية الفلسطينية. حتى على مستوى تشكل الوعي لدى الفئة الإسلامية المثقفة، دعنا من الفرنكو-ماسونية والمغربيين، حتى لدى الفئة الإسلامية المثقفة الشبابية الحضور الوعي بالقضية الفلسطينية حضور باهت ضعيف جدا. والمسألة تتعلق بجانب التربية. اليوم التربية في العالم الإسلامي على مستوى الحركة الإسلامية تكاد تكون مغيبة، هناك حديث سياسوي، هناك تجاذبات سياسوية، وهناك أيضا لماذا يعني لماذا في رأيك يعني هل هو تغير في الأهداف الاستراتيجيات المقاصد؟ يعني كيف يعني كان هناك شيوخ وحركات في تونس تعتبر أن أم القضايا هي قضية فلسطين المحتلة، يعني كيف تبدلت هذه الأولويات؟ أصبح الوصول إلى السلطة، مكاسب الشخصية هي الأولويات، لماذا هذا التغير؟ ما الذي دفعنا إلى هذه الحالة؟ من الأسباب الحقيقة هنالك ما هو داخلي وهنالك ما هو خارجي. بالنسبة إلى ما هو داخلي، هناك فوضى الأولويات، ليس هناك موازين الآن لترتيب الأولويات. ثم أيضا المفهوم الجديد الذي طلع به البعض علينا قضية الفصل بين السياسي والدعوي، مع العلم أنه في تونس لا يكاد يوجد الدعوي الآن، كله أصبح سياسي، والدعوي وظف للسياسي واستهلك من أجل السياسي والحزبي، والدعوي لأنه في حالة احتضار معنا، إضافة إلى محاصرة كبيرة جدا لكل دعوي، لكل عمل دعوي أو فكر دعوي أو نشاط دعوي ليس مرتبطا بعمل الحزبين للأسف أقولها ولا أريد أن أسمي أسماء الآن. نعم. حتى الحركات الإسلامية والأحزاب التي انخرطت في الصراعات السياسية الحزبية وفي جانب كبير منها لها الحق في ذلك ومن واجبها أن تقوم بذلك، يعني كان ذلك على حساب التربية والتعليم الشرعي والعمل الإسلامي. وبالمناسبة أدعو إلى مراجعات كبيرة في هذا الباب. اليوم يعني القضايا الأمة أصبحت عبئا عند بعض الناس السياسيين والمتحزبين، وأصبحت القطرية هي الأصل، وأحيانا الجهوية والمصلحية الحزبية. هل التوصيف نعم شيخ رضا، هل التوصيف أنه ضياع بوصلة أم تضييق الأفق بأسباب أنه هناك ضغوطات دولية وهناك أيضا إرهاقات داخلية وأنه الأولويات كثرت فقلص إلى حد أقصى حد، يعني بحيث يصير العمل هو حياة الحركة، يعني أي حركة سواء يسارية إسلامية قومية يعني معيشتها هو الهدف من 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 وجودها؟ الأمران موجودين معنا، هناك ضياع البوصلة، هناك أيضا فقدان المرجعيات الدعوية التي كانت تمثل يعني المركز نتاع نشر الوعي، أيضا هناك طغيان المفهوم القطري على المفهوم الأممي، أيضا هناك تقصير في الجانب التربوي، أيضا هناك قطيعة يعني لأن
الجيل السبعينات والثمانينات اللي كان متشبعا بقضايا القدس وفلسطين والحركة الإسلامية. هنا القطيع بين ذلك الجيل الذي ينظر إليه أحيانا أنه جيل يعني تجاوزه الزمن، وثم جيل جديد يصنع الآن، جيل متاع فيسبوك ومتاع دعم يعني عمل سياسي ضيق والحقيقة خطير جدا. وثم الضغوط الخارجية لكي نكون منصفين، هناك ضغوط خارجية، هناك تمييع، هناك هجمة شرسة. اليوم في القديم كنا مثلا حتى في بعض اليساريين كانوا لا يتغنون بقضية القدس ولو متاجرة أو مزايدة. اليوم تخندق الجميع مع التطبيع ومع الرذيلة ومع ضد الفضيلة وضد الإسلام والعروبة واللغة. اليوم اكتشفت يعني انكشفت الأمور، والأداء يحتاج إلى إعادة نظر وإلى يعني الأستاذ لابد من يوم دراسي كامل معنا لهذه الأمور. نعم، هل يعني سؤالي الأخير يعني هل الشعب بريء في هذه الحالة؟ يعني هل نقول إنه لأنه القيادات ضيعت البوصلة، أم لأنه خضعت للضغوطات أو إكراهات خارجية وداخلية قلصت من أهدافها؟ نقول أنه الشعب بريء من هذه الحالة يعني الله غالب. لا يمكن أن نبرئ، نعم لا يمكن أن نبرئ أي طرف، الجميع تحملون المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولكن المسؤولية مشتركة. والشعب في الأخير هو مهمش بين مطالبه المادية اليومية وبين التوعية وبين الإعلام. والحقيقة عندنا مشكلة كبيرة جدا اليوم اللي اشتكت كل هذا الاهتمام هي الإعلام، والحركة الإسلامية العالمية إلى اليوم لم تقدر أن تنافس على مستوى الإعلام. الإعلام اليوم هو اللي يصنع الاهتمامات، الإعلام إعلام الفتنة والتضليل، يعني الإعلام الماسوني هو الذي يصنع الأولويات، يصنع الرموز، هو الذي يصنع القضايا، هو الذي يهمش، هو الذي يصعد، هو الذي ينزل. فلا بد من الالتفات بجدية إلى تغيير طرق الدعوة والأساليب التي يمكن أن نصل بها إلى توعية الناس، ونتجاوز الأساليب التقليدية التي تجاوزها الزمن ولم تعد تؤتي أكلها، وأيضا نعطي الحجم الحقيقي للعمل الحزبي والسياسي حتى لا يطغى على بقية الأمور. لأن للأسف بعض الأحزاب الإسلامية لا تريد أن يشارك في الساحة الإسلامية أي طرف آخر، حتى ولو يخالف في المذهب أو الفرقة، لأن تريد أن هي تستثمر المشاعر الإسلامية لرصيدها الانتخابي ويزعجها، وأن تقوم هنالك دعوة مستقلة عن برامج الأحزاب السياسية، وهذا خطر كبير جدا يتآكل فيه الجميع وتهتز فيه مرجعية الجميع.